إعدادات كاتب مدى. سوف نقوم من خلال هذا الفيديو التعليمي باستعراض نافذة إعدادات كاتب مدى، كما استعرضنا من قبل في فيديو استكشاف شريط أدوات قارئ مدى، فإن نافذة الإعدادات متشابهة تقريبا. اضغط على زر فتح نافذة الإعدادات. نافذة إعدادات كاتب مدى مفتوحة الآن. إعدادات النطق، هذه هي إعدادات الصوت الخاصة بالبرنامج. إعدادات الخط، لاحظوا أنه في الإعدادات العامة يوجد خيار لتغيير عدد كلمات التخمين. قم باختيار 6 من القائمة. لقد تم إضافة 6 خيارات للنافذة الآن.